السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم العامة للصف السادس الابتدائي. والآن هيا بنا طالباتي نستمع إلى رؤية مدرستنا العزيزة. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا: ارتداء الكمامة بشكل صحيح، ترك مسافة أمان، الحرص على تعقيم اليدين، وتجنب تبادل الأدوات مع الغير. القيمة الشهرية: الابتكار، أما القيمة الأسبوعية: الإتقان. عنوان درسنا لهذا اليوم: ما التغيرات التي تحدث للإنسان أثناء البلوغ؟ الأهداف: أن تذكر الطالبة المقصود بالبلوغ، أن تقارن الطالبة بين علامات البلوغ عن كل من الذكور والإناث. افتحي عزيزتي الطالبة الكتاب المدرسي صفحة 104 ولننظر إلى هذا الشكل. ما الاختلافات الموجودة بين مظهر الطفل والرجل؟ نعم، اختلاف الحجم، واختلاف الطول، واختلاف وجود نمو الشعر. أحسنتي. هيا بنا نتعرف الآن إلى التغيرات التي تحدث في عملية البلوغ. وما هو البلوغ؟ سوف نعدد 6 تغيرات تحدث خلال فترة البلوغ. فلنستمع أولا إلى هذا الفيديو. علامات البلوغ عند الأولاد ما بتصير مرة واحدة، تاخد شوي شوي عبين ما تبين، لأنه عملية البلوغ ما بتصير بيوم وليلة. أول علامة عادة بلاحظها الأهل اللي هي خشونة الصوت، تلاقي الصوت شوي شوي بصير أخشن من قبل. كمان بتلاقيهم انه صاروا بسرعه بنمو، يعني مثلا انا ابني عم ببلغ هلا، اشتريت له اواعي قبل 3 اشهر، بتلاقي انه البنطلونات صارت صغيره. شوي شوي بتلاقي انه الحجم الحذاء اللي بلبسه بسرعه عم بيكبر خلال السنه اكثر من سايز. من علامات البلوغ اللي عند الاولاد اللي هي ظهور الشعر بالوجه، ببلش يبين عندهم شويه زغب مكان الشوارب، مكان السوالف، ممكن يبين تحت الأباط، وممكن يكون بالعانة يبلش يطلع عندهم شعر. كمان الخصاوي بتبلش تكبر، بصير حجمها أكبر من الحجم الطفولي، وبيكون عندهم كمان نمو بالأعضاء التناسلية بتكون أكبر من الحجم الطفولي. طبعا كل علامات البلوغ عند الأولاد إذن فلنعدد 6 تغيرات تحدث في فترة البلوغ: تغير الطول، تغير شكل الجسم، نمو شعر الجسم، وظهور بثور حب الشباب، وتغيرات الحالة المزاجية، وأيضا التغيرات في الأعضاء التناسلية.
المراهقة، التحول من طفل إلى بالغ. البلوغ هو الاسم الذي يطلق على التغيرات التي تحدث للجسم خلال فترة المراهقة، بحيث بيتحول فيها الإنسان من طفل إلى بالغ. تحدث هذه التغيرات لكل من الإناث والذكور، ولكنها تختلف. يستغرق البلوغ عادة لمدة 4 سنوات على الأقل من البداية إلى النهاية. في أثناء فترة البلوغ يحدث إعداد للجسم والعقل للعيش كإنسان بالغ وإنجاب أطفال. يبدأ كل شخص البلوغ في سن مختلفة، ولكنه يكتمل عند اكتمال سن 18 عاما. إذا كيف يؤثر سن البلوغ في أجسامنا؟ نعم، يتغير الطول ويتغير شكل الجسم، ينمو الشعر وظهور بثور حب الشباب وتغيرات الحالة المزاجية وتغيرات في الأعضاء التناسلية. إذا هل تحدث كل هذه التغيرات في الوقت نفسه لدى الجميع؟ لا، إنها تحدث التغيرات للإناث والذكور، ولا تحدث لكل الأشخاص في نفس الوقت، لأن بعض الأشخاص يبدأ سن البلوغ في فترة مبكرة أو ينمو في فترة متأخرة مقارنة بغيرهم. تغيير الأجسام وتغيير شخصيات الأفراد مع فترة البلوغ ومع مرور الوقت، ماذا يحدث لأجسامنا؟ يحدث نمو الشعر في الأبطين ومنطقة العينة، وغالبا ما يحدث التعرق أكثر، يكون التعرق أكثر ويكون لرائحة العرق رائحة شديدة. وهذه التغيرات بتكون عند بعض الأفراد ممكن تحدث بسرعة أكبر من أشخاص آخرين، وتصبح البشرة دهنية وتظهر عليها حبوب الشباب البثور، وعادة بتختفي هذه الحبوب بمجرد أن ننتهي من سن البلوغ. طيب، الإناث جسمها سيتغير أيضا، وهذا أمر طبيعي. تبدأ الإناث في إطلاق البويضات، فتطلق الإناث البويضة كل شهر، وهذا يحدث حيث يستعد الرحم للحمل إذا تم إخصاب هذه البويضة. طيب، ماذا يحدث إذا لم يتم إخصاب هذه البويضة؟ بيتخلص الجسم من البويضة وبطانة الرحم، وهذا ما يسمى بدورة الحيض أو الدورة الشهرية. طيب، كيف يتغير شكل الذكور خلال فترة البلوغ؟ عادة ما تنمو عندهم المزيد من العضلات، وتنمو الأكتاف ويتسع الصدر. بتتغير أصوات الذكور وتصبح أغلظ مثل الرجل البالغ، ويبدأ نمو شعر الوجه خاصة في منطقة اللحية والشارب، ويمكن رؤية هذه التغيرات. كما نرى، هذه صورة توضح الاختلاف في مرحلة الطفولة وصولا إلى مرحلة البلوغ. تغير في الطول وتغير في شكل الجسم وتغير وظهور الشعر كما نرى. هذا من الناحية الجسمانية. طيب، أثناء فترة البلوغ بيحدث أن تفرز أجسامنا هرمونات. هذه الهرمونات تشعرنا بالضيق أو الغضب في بعض الأوقات، وتسمح لنا هذه التغيرات أيضا بالتفكير في المعلومات وفي معالجتها بطرق مختلفة. في فترة المراهقة أيضا نشعر بالارتباك في بعض الأحيان، وهذا طبيعي لأن الإنسان ينمو من إنسان صغير، من طفل إلى بالغ، وهذه مرحلة طبيعية. قد تطول هذه المرحلة عند بعض الأشخاص وقد تكون قصيرة عند بعض الأشخاص.
إذن ما هي التغيرات التي تحدث أو ما تأثير البلوغ في الذكور والإناث؟ التغيرات التي تحدث للذكور والإناث في نفس ذات الوقت: نمو الشعر عند الأسنان، زيادة في الطول وزيادة في التعرق، وظهور حب الشباب والبشرة الدهنية، وتغيرات في الهرمونات وفي الشخصية. طيب، ماذا يحدث للذكور فقط؟ يصبح الصوت أغلظ وينمو شعر الوجه وتنمو المزيد من العضلات ويتسع السطر. ماذا يحدث للأنثى فقط؟ يحدث الحيض وتغير شكل جسم الأنثى. إذن ماذا نجيب عن السؤال رقم 3؟ هل يمر الذكور والإناث بمزيد من التغيرات؟ نعم، الذكور بيتعرضوا لتغيرات أكثر من الإناث، ولكن الإناث بتتأثر أكثر من الذكور بسبب طول فترة تأثرهم بفترة الحيض. فترة الحيض قد تكون عند الأنثى لمدة 50 سنة. لدينا الخصائص الجنسية الثانوية. تنقسم التغيرات إلى تغيرات مرتبطة بالتكاثر، وهي الخصائص الجنسية الأساسية، ولدينا تغيرات غير مرتبطة بالتكاثر ونسميها الخصائص الجنسية الثانوية. طيب، الخصائص الجنسية الثانوية: سمات بتظهر على الذكر والأنثى، ولكنها ليست ضرورة مباشرة بالتكاثر. عند الإناث أهم ما فيها بتشمل مرحلة الحيض وتغيير شكل الجسم، وعند الذكور بتشمل ظهور شعر الوجه ونمو المزيد من العضلات وتغيير الصوت. إذا ماذا تعلمنا؟ تعلمنا أن مرحلة البلوغ في دورة حياة الإنسان هو الجسم يبدأ بالتحول من طفل إلى بالغ حتى يستطيع التكاثر. يختلف جسم الذكر عن جسم الأنثى، ولذلك بتختلف التغيرات المصاحبة لهذه المرحلة. يمر كل شخص مرحلة البلوغ في سن مختلفة وبسرعة مختلفة، ولكننا كلنا ننتهي في مرحلة البلوغ عند سن 18 عاما تقريبا. طيب، خلال فترة البلوغ بتظهر خصائص جنسية ثانوية بتختلف من الذكر إلى الأنثى. هيا بنا فنجيب عن هذه الأسئلة. أي من العمليات الآتية هي عملية البلوغ؟ نعم، أحسنتي، هو تحول الجسم من طفل إلى بالغ. ما العبارة الصحيحة حول البلوغ؟ ممتاز عزيزتي الطالبة، إنه يحدث للجميع. أي إجابة صحيحة؟ نعم، يؤثر البلوغ في الإناث والذكور، لكن بعض التغيرات تختلف بالنسبة إلى الإناث والذكور. انظري عزيزتي الطالبة إلى صورة هذا الفتى، واكتبي 3 تغيرات قد تحدث لهذا الفتى وهو يمر مرحلة البلوغ. نعم، زيادة في الطول ونمو الشعر الوجه ونمو شعر الجسم، خشونة الصوت وزيادة حجم العضلات، اتساع عرض الصدر والكتفين، وتغيرات في الأعضاء التناسلية. هيا بنا نكتب 4 خصائص جنسية ثانوية لكل من الذكر والأنثى. الإناث: زيادة في الطول وحدوث الحيض ونمو شعر الجسم، وزيادة في التعرق وظهور بصور حب الشباب، ويتغير شكل الجسم، وتغيرات في الهرمونات وفي الشخصية. ماذا يحدث للبويضة إذا لم يتم تخصيبها؟ سوف يتم التخلص من البويضة غير المخصبة عن طريق الحيض. وإلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم. يجب مذاكرة الدروس جيدا من الكتاب وحل أسئلة الكتاب. دمتم في رعاية الله وحفظكم.